لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فائدة: كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين، أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه. كمال النفس المطلوب، فطر الله عز وجل العباد على محاولة تكميل النقص الذي خلقوا فيه، فالإنسان خلق ظلوما جهولا، يميل دائما إلى محاولة إكمال النقص الذي عنده، وهذا الأمر يتفاوت الناس في طلبه. ما هو الكمال الذي أريد؟ فهناك من يفتقد شيئا فيكون كماله في حسه هو أن يحصل ذلك الشيء المفقود. إنسان فقد المال مثلا، تكون همته كلها في أن يحصل المال. إنسان خلق مثلا في أو وجد في مسكن ضيق، فتجد همته في أن يسكن في مسكن واسع. وجد أو نشأ في بيئة يعني ما يسمونها مثلا شعبية أو فقيرة أو نحو ذلك، تجد حياته كلها لكي يحلم بأن يخرج من هذا المكان. وهكذا يكون هناك الشعور بنقص في بعض الأشياء يجعل الإنسان يتجه إلى علاجه. فطر الله عز وجل العباد يعني على أمر لو ترك دون عقبات منهم لأدى إلى ما يمكن أن يكون كمالا لهم. هذا الأمر هو أن خلقوا على نقص في العلم وعلى نقص في العدل، فمن يفهم هذه الحقيقة يسعى دائما إلى العلم النافع، ويسعى إلى العدل، العمل الصالح الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، وذلك أصله فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى والسعي إلى ما يرضيه. يقول: هذا الأمر بقى، كمال النفس المطلوب يتضمن أمرين، أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة. هيئة راسخة يعني حاجة ثابتة، حاجة مستمرة على الدوام، وليست أنها تأتي أحيانا. يعني على سبيل المثال، فيما يكون كمالا مطلوبا أن يكون شيئا مستمرا في الأمر الديني مثلا، أن يكون ملتزما على الدوام. أما أنه تجيله لحظة يبقى كويس، ولحظات طويلة يبقى يعني يعيش في المعاصي والذنوب، هذا ليس إيه؟ ليس أمرا راسخا في النفس، ليس هيئة لازمة، ليس صفة ملازمة للنفس. لو قلنا على سبيل المثال، واحد جاله مرة بالناحية المادية بقى، جاله مثلا 100,000 جنيه وفقدهم في أسبوعين، وبعد كده عاش إيه؟ رجع تاني للفقر مرة ثانية. هنقول ده حاجة في باب المال الذي يعده الناس كمالا وهو ليس بكمال. يبقى هو ده هيبقى كمال في الحقيقة، طالما ان هو مش حاجة لازمة. الغنى الطارئ ده للإنسان ده مش حاجة لازمة. العبرة بان يكون شيء لازم، العبرة ان يكون شيء مستمر. واحدة مثلا، هون ما نرجع لهم، بنضرب امثلة في ما هو كمال وما هو ليس بكمال في الحقيقة ولكنه كمال عند الناس. لو واحد قالوا له تبقى رئيس ولا ملك 5 شهور 3 شهور وينزع منك، يقول لك لا ده انا عايزها، يقولوا الاول 4 سنين و6 سنين وبعدين ايه، ما يستحملش، يخليها لازم تبقى 8 ولازم تبقى 12 ولازم تبقى 16 وكلها تزيد وتزيد، ما بيستحمل. وبالتالي الناس تانيين رايحوا نفسيهم وقال لهم ايه، لغايه ما نموت احنا نفضل ملوك لغايه ايه،
لغايه ما نموت، ما حدش يقول لنا انتوا تتزحزحوا مثلا، لكن قالوا شهرين وتمشي، ده هيبقى ايه؟ ليس ملكا حقيقيا. نقول في امر الدين لو واحده تلبس الحجاب شويه وبعد حبه تروح جايه قلعاه تتنقب شويه وبعد كده ايه تنزعه، ده مش صفه كمال ديني. المواظبه على قيام الليل احب العمل الى الله ادومه وان قل، واحد مره يقوم الليل كله ومره ثانيه يبقى ايه؟ يبقى لا يعني لا يعرف طريقا الى صلاه القيام، نسال الله العافيه. فالامر الاول في كمال النفس ان يكون صفه راسخه، حاجه ثابته هيئه راسخه وصفه لازمه للنفس. الثاني ان يكون صفه كمال في نفسه. والا فالناس لما تكون متصوره ده كمال وهو نقص في الحقيقه. زي ما قلت لكم قبل كده، واحد حاطط الجزمه فوق على دماغه ويقول لهم ايه؟ شايفين التاج؟ شايفين التاج؟ يقولوا ايه ده؟ ده دي جزمه. هو دي جزمه قديمه. دي هي الدنيا كده، الدنيا جعلت ايه؟ يعني نعلا تسير به الى غايه، وليست انها تكون ايه؟ فوق الراس. المهم انها جزمه ومقطعه، لانها ما فيش دنيا كامله وهو حاططها فوق دماغه. يقول لهم شوفوا التاج، يقولوا ده مش تاج، دي سلطانيه. حتى مش سلطانيه، دي جزمه قديمه. فهذا الامر يجعل الانسان ان كثير جدا من الناس يظن ان هذا كمال، يظن ان مثلا الصحه والجمال كمال. تقعد الواحده مثلا من دول تتزوق، دلوقتي بقتش واحده، بقى ايه؟ بقى الواحد كمان، بقى يلبس السلسله ويلبس السويره ويلبس بدله وكرافطه، بس يقينا ان هذا الامر سيتحول في وقت من العمر طال او قصر الى مرض والى عجز والى سوء هيئه، وهيتغير الشكل ده. وبصوا اشكال الممثلات اللي هم اهتموا بانهم يصوروهم في صغرهن ولما تكبر تبقى ايه، وكذلك الممثلين. واي واحد يشوف الشباب القوي وبعد كده يبقى ايه، لازم هيجيله في كبر السن انواع الامراض التي يعني تفتك ببدنه، ونسال الله العافيه. ده الاغلب الان في البشر. فاذا ليس ما يظنه الناس كمالا، ده مثلا على سبيل المثال الملك الذي تسفك من اجله دماء وتنفق من اجله اموال وتنتهك حرمات لتثبيت الملك، وفي الحقيقه ده عبء على الانسان ومحاسبه ثقيله جدا وخراب لدينه ودنياه، ان هو يعيش معذب قلق، لان الظلم يؤدي الى ذلك والكفر يؤدي الى ذلك. فلتثبيت الملك تسفك دماء هائله تكون يظنونه كمالا وهو في الحقيقه نقص هائل، وهو مسؤوليه عظيمه على الانسان. وهكذا في المال، عشان المال يروح يرتشي وياخد ربا ويدفع ربا ويظلم الناس ويغتصب اموالهم ويغتصب الاموال العامه ونحو ذلك، ويقول ان انا ايه، انا راجل بلبس كذا ومعايا فلوس كذا وبركب عربيه كذا، كل ده عشان، وهي في الحقيقه هذا من النقص، انه مرتشي، انه هو مرابي، انه هو مغتصب للاموال. يقول الثاني ان يكون صفه كمان في نفسه، فان لم يكن، فاذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، اللي هو ما هواش كمال في نفسه هو نقص، او ما هواش مستمر. فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه، المنافسة على ما ليس بكمال، ولا الاسف على فوته، حاجة راحت وهي ليست ايه، وهي ليست كمالا في نفسها، راحت مش مهم ايه، ازعل لي يعني، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. يقول وذلك، هي بقى هو الكمال المطلوب اللي هو ان يكون هيئة راسخة وان يكون كمالا في نفسه، وذلك ليس الا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة الا بمعرفته وإرادة وجهه. يبقى علم وايه عمل، عمل اول عمل القلب اللي هو إرادة القلب، إرادة وجه الله عز وجل. يبقى معرفة الله سبحانه وتعالى، وده يتضمن معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة حقوقه على العباد وأوامره ونواهيه،
ماذا يفعل سبحانه وتعالى في من أطاعه وماذا يفعل في من عصاه، اللي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والأمر الثاني التوجه إليه، إرادة وجهه، وبعد كده عمل في الخارج تابع للإرادة دي، وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. يبقى الكمال الحقيقي معرفة الله وإرادته عز وجل، لهو تحقيق العبودية، أن يعرفه ويعرف أسماءه وصفاته وحقوقه وأوامره ونواهيه وأوامره ونواهيه، ويتعبد لله بذلك، يسلك الطريق المبصر إلى الله وإلى رضاه وكرامته، ثم أن يعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. مش أنه هو مثلا يجي أيام الامتحانات بس يبقى يصلي، أيام الامتحانات يعرف ربنا ويبقى كويس، في الأزمات وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لما يفتقر يبقى هو ده الحال اللي بيلجأ فيه إلى الله، في رمضان بس، بعد كده ملوش دعوة. يقول: وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها ولمها. علوم، إرادات، أعمال، أو علوم وأعمال، أعمال باطنة اللي هي الإرادة والقصد اللي يترتب عليها أعمال ظاهرة في الخارج، بين ما لا ينفعها ولا يكملها، أي حاجة ترجع لمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يرضيه، يبقى هو ده علم فيه كمال. يبقى زي ما قلنا إن الإنسان خلق على نقص في العلم، فاللي هيكمله في الأمر ده معرفته بالله. طب العلوم الدنيوية مش هناخدها يعني ولا إيه؟ تاخدها بنية صالحة، تاخدها بنية استغلالها فيما يقرب إلى الله، وليس أنها مقصودة في ذاتها لمزيد من لذة الدنيا فقط، أو لمزيد من الجاه في الدنيا، أو عشان يبقى معايا دكتوراه أو ماجستير أو ناس تقول عليا، أو عشان أجيب فلوس، أو عشان إن أنا أبقى متقدم على أقراني ونحو ذلك، عشان ناس تبص لي بصة كويسة ومحترمة بدل ما هم بيبصوا لي نظرة احتقار ويعني إهانة. لا، إذا أنت هتقول هتعملها كده يبقى هي لن تنفع ولا تكمل النفس، لأن العلوم الدنيوية دي إذا ما كانش فيها نية صالحة بتكون وبال على الإنسان. زي بالضبط كده اخترعوا يعني كيمياء وفيزياء وحاجات زي كده، اخترعوا أسلحة. تفتكروا القنبلة النووية اللي أمريكا ضربت بها الناس وبال على اللي عملوا كده ولا لأ؟ والله العظيم سيسألوا على المئات الألوف اللي قتلوهم دول ظلما وعدوانا. الأسلحة الحديثة دي صحيح فرضت قوتهم، فرضوا بقوتهم على العالم، ودي حاجة المسلمين مقصرين فيها، كان لابد ان هم يتقدموا في هذا الباب، ما يسيبهمش هم يسبقوهم ويفرضوا كفرهم على العالم، لكن بلا شك ان هذه القوة كانت ايه؟ كانت فسادا عليهم، كانت وبالا عليهم، ضررها عاد اليهم. كل ما بيتقدموا في حاجة كل ما بيعود بالضرر ايه عليهم. حتى سبحان الله بيتقدموا في علوم تجعل الانسان اكثر بصيرة في معرفة الله وقدرته ويعني كماله سبحانه وتعالى وانه العليم الحكيم، هم ما بيشوفوش الكلام ده، بالعكس يستعملوا الكلام ده في انهم يبقوا ملحدين. تلاقي يقولك اعلم واحد في التاريخ الطبيعي، ويروح جاي متكلم على نظرية النشوء والارتقاء اللي هي مفيش إله خلق، وإنما خلق الكون صدفة وتطور خلق الإنسان من الخلية الأولى إلى الأنواع الأخرى المختلفة بقى، إنها كانت كلها مولد عم. هذا الجهل المطبق الذي لا يرى صاحبه شيئا كان وبالا عليه. العلوم دي إذا نوى بها الإنسان نفع نفسه وغيره ويقربه إلى الله. إنك أنت على سبيل المثال تتعلم علما نافعا يعني تنقذ به الناس، تتعلم علما نافعا تبني لهم مثلا مساكنهم، وأنت مهندس مثلا في بطريقة صحيحة تمنع أن يعني يسقط ذلك البناء أو أن هو يتضرروا به أو نحو ذلك. إن أنت تتعلم مثلا علم الأدوية عشان
يعني يكون هذا الأمر نافعا، يعالج به الناس، يحسن به إليهم. إن الإحسان الخلق وتعريفهم بنعم الله من أعظم ما يجذب قلوبهم إلى الله. وهكذا يا إما بقى علوم وأعمال وإرادات يعود بضررها ونقصها وألمها. يقول هي ما بين ما لا ينفع، بين ما لا ينفعها، ما لا ينفع النفس ولا يكملها، وما يعود بضررها ونقصها وألمها. قلنا كل علم فضلا بقى كل إرادة وكل عمل يعني يبعد عن الله فهو يعود ضرره ونقصه ألمه على الإنسان، خصوصا لا سيما إذا صار هيئة راسخة لها، بقت صفة، بقى مدمن، يبقى يعود ضرره عليه. مدمن المواقع الإباحية، مدمن المخدرات، أي حاجة من الحاجات دي يتصور هو حيموت عشان يجيب الشريط البرشين، وبعدين ياخده عشان يعمل إيه؟ عشان يجيب له أمراض، عشان يضيع عقله، عشان يدمر شخصيته، عشان يفسد علاقاته الاجتماعية، علشان يعني فعلا ضرر رهيب. ومع ذلك أروج تجارة هي تجارة المواد المخدرة، صح ولا غلط؟ تجار المخدرات ده معاهم فلوس بالإيه؟ بالهبل. ليه؟ الناس كلها بتسعى إلى ذلك، تسعى إلى ضررها. الدخان بيتاجروا فيه بيكسبوا قد إيه؟ يخسروا طبعا خسائر على المجتمع ككل مليارات، والتجارة فيه بتكسب جامد، تخسر في الحقيقة. يعود ضررها ونقصها وألمها، لا سيما إذا صار هيئة راسخة، فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها. العشق، مرض الجنس اللي هو ممارسة به في الحرام، أي حاجة تضر الإنسان ضرر بالغ، لأنه ما يقدرش يستحمل يبعد، لأنه يتألم بمجرد زعل ما بينه وبين اللي بيحبه، سفر اللي بيحبه. شوفوا المجانين اللي عبر الزمان، مجنون ليلى على جميل بثينة يملو أشعارهم، تحس بالشقاء اللي هم عاشوه، وفي الآخر كله مات ولم ينفعهم ذلك الأمر. فده ضرر وألم، ولو هي حاجة إدمان تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها، طول ما هو قريب منها ولازم لها مش قادر يستغنى عنها يتعذب بذلك. وأما الفضائل المنفصلة عنها، يعني بيتكلم هو دلوقتي على العلوم والإرادات والأعمال، دي كلها حاجات داخل النفس مش كده؟ عنده علم أو علم نافع، علم مش نافع، علم ضار، وعنده إرادة قصد، وعنده عمل، دي كلها حاجات تبع النفس. أما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، كالملابس البدلة والفستان واللبس اللي لابسينه، تلاقيهم عروض الأزياء بهبل الناس، حاجات دي بتهبل الناس والنساء خصوصا، تجارات رائجة. طبعا هما بيلبسوا حاجات عشان يلاقوها يعني في الحقيقة، يعني هو دلوقتي مش بيلبسوا حاجة يلبسوها، بيلبسوا حاجة ايه تعتبر ايه خلع للملابس يعني. والمراكب العربية والمساكن، البيت والشقة والقصر والفيلا والجاه، السلطة والشهرة والمال. دلوقتي بقى في المحمول، وبقى في موقع الفيس واللايكات قد ايه ونحو ذلك، دي كلها حاجات ايه رحمك الله. يقول فتلك في الحقيقة عوار وعيرتها مدة، عوار يعني حاجة سلف، انت عطوها لك مدة، النفس خدتها مدة، ولازم تسلمها ولازم تتاخد منها. الأولاد، الأهل، كل دي حاجات خارج الإنسان، خارجه، ستعطاها مدة تمتحن بها لينظر كيف تعمل. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فأنت هتتاخد منك، هتتاخد منك منزوعة منزوعة. بص الأجيال السابقة كان عندهم الحاجات دي ولا لأ؟ وكلها اتخذت منهم، وكلها فقدوها بعد ذلك، سواء ملك، سواء جاه، سواء مال، ملابس، مراكب، بيوت، وإلا ما كنا سكننا احنا. فتلك في الحقيقة عوار وعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير، المعير اللي هو سلفها لك، اللي هو أعطاك تملكها صورة أنت لا تملكها حقيقة،
الملك لله سبحانه وتعالى، هو عز وجل الملك الحق، الملك الحق المبين. أنت لا تملك في الحقيقة شيئا، أنت تعار مدة ثم تؤخذ منك، فأنت مسؤول عن ذلك، يرجع فيها المعير يأخذها منك، فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها. شدة التعلق اتشدت، تتشد بالإيه؟ باللحم والعظم، تتشد تكسرك. لو هي حاجة بسيطة تعمل إيه؟ اتخذت يا سيدي. أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فأرادوا أخذ عاريتهم، أكأن لهم أن يمنعوهم؟ قال لا، قالت فاحتسب ابنك. أم سليم رضي الله عنها لما مات ابنها قالت لأبي طلحة ذلك بعد أن تزينت له وعشرها، وهي اللي عارفة أن الصبي إيه؟ مات ودفنته كمان. حاجة عجيبة جدا، إيه القدرة جت منين دي على إن الإنسان ما يتعلقش بشيء أبدا، حتى ابنه بهذه وده مش مع إن في رحمة عظيمة جدا، ولكن ما فيش الحزن على الفوات، ولذلك مستعد يضحي بأي حاجة طالما إن ربنا أمره بها، حتى النفس. ولذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من أعلى مقامات التضحية موقف إبراهيم عليه السلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. سيدنا إبراهيم مستعد يذبح ابنه، وسيدنا إسماعيل مستعد يضحي بنفسه. ليه؟ لأن مفيش حد خد القلب ده من هذه الأشياء. أما لو هي حاجة بقت لازمة لزقت جامد وغابت وبقت كأنها جزء تيجي تنزعها زي الدرس لما تخلع من غير بنك. نعم صحيح، بس الحزن ده ملازم ولا وقتي فقط؟ وقتي ناشئ عن الرحمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك إبراهيم لمحزونون. وبعدين حصل إيه؟ هل توقفت الحياة؟ هل توقف أي عمل صالح؟ هل توقف الجهاد؟ هل توقف تعليم الناس؟ هل توقف تبليغ رسالة؟ هذا الأمر زي ما قلنا بيتنزع، زي ما واحد بينزع ما يعني ملابسه أو يخرج مالا من ماله أو نحو ذلك. هذا الأمر ليس كما يحدث من نزع شيء من القلب، يعني لا يحتمل ذلك. ده ضربنا المثل بتاع الابن مثلا، الابن دي اللي هي أقوى ما يمكن أن يكون إيه؟ له منزلة فطرية في القلب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحب خديجة جدا وفضل وفي لها، ومع ذلك إيه؟ ماتت. هل تزوج بعدها؟ تزوج 11 مرة، منهم من مات عنهن ومنهم من ماتت ومنهم من فارقها، يعني طلقها قبل أن يدخل بها. الغرض المقصود أن حبه لخديجة لم يمنع أن يستمر في حياته. كان في قصة واحد ملك من ملوك خلفاء العباسيين ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، أنه كانت له جارية يحبها جدا وكانت محظية عنده، وهو بيلعب معاها بيحذف لها عنبة، فتفتح بقها عشان تخش فالعنبة دخلت في حلقها فماتت. فظل يبكي حزنا شديدا جدا وأبى أن يدفنها حتى تعفنت وهو محتضنها إلى أن مات وراءها. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا، لأن الحاجة دي هتتنزع. زي الواحد الصحة مثلا، ما كل حاجة هتروح، انت فكرك ان في حاجة تستنى؟ المال، كل حاجة لابد ان تنزع. تبقى انت ساعتها لا تتخيل ان تعيش بدون هذا الشيء. ممكن واحد مثلا النهاردة دلوقتي لو المحمول مات، لو المحمول ضاع يجرى له حاجة، ممكن من كتر الهم والغم يعني اللي بيحصل الانسان. ممكن مثلا الشهرة، لو الناس ما بيكلمونيش، كان بيطلعوا في وسائل الاعلام وبعدين بطلوا مثلا يكلموا فنانة مثلا، يحصل لهم على فكرة عدد كبير او يحصل لهم
اكتئاب شديد جدا. في ناس ما بتستحملش مثلا بعد كان في وظيفه كبيره. اعرف واحد حكايه يعني مشهوره، انا مش عارفه شخصيا، لكن حكايه انه اجر واحد بعد ما طلع كان وظيفه ضابط كبير، اجر واحد من اللي طلعوا من برضه سول ولا حاجه من الايه، واللي طلعوا معاش عشان يقف على الباب، على باب البيت عشان يروح جاي ايه اعطيله التحيه قبل ما ايه وهو طالع وهو داخل عشان مش مستحمل. ولما بعد كده ينزع نزع حقيقي كامل بقى كمان ما يلاقيش حد ايه يضحك عليه بالموضوع. لكن هو فعلا الامر ده حسب الناس، هل ان الامر ده يعني صعب علينا قوي علينا؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصحابة رضي الله عنهم اتعودوا في الموضوع ده رايح جاي جامد قوي. يعني ايه رايح جاي؟ بقول يعني ايه يكون معاهم بعدين ما يكونش معاهم، يسافروا كم مرة، يسافر وبعدين مش سفر زي بتاعنا ده، ده احنا بنسافر في وسيلة مواصلات مريحة جدا ونروح على فنادق ويمكن احسن من بيوت الكثيرين. وانا لكن الناس كانوا بيسافروا يعملوا ايه؟ يسافروا يناموا فين؟ الصحابه رضي الله عنهم هم مسافرين في الجهاد على التراب والرمله والصخر والخوف والخطر والاكل القليل وجراب تمر يكفي 300 واحد، شوال تمره كل يوم، شوال تمر كل واحد ياخد ايه؟ يقفل اليوم تمره واحده. كل ده وبعدين تيجي لهم الفلوس بعد كده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. لكن الصحابه رضي الله عنهم كانوا اقل اتباع الانبياء تاثرا بالدنيا عشان هم متعودوا على كده، متعودين يفارقوا الاهل ويرجعوا لهم تاني. ولذلك حصل فراق، بعضهم قتل في سبيل الله وبعضهم فقد شيئا من اهله ومسكنه قرابته، كل ده هم تعودوا على التضحيه بيه. عشان كده لم تتألم النفوس وتتعذب إذا أخذت العارية. لكن أي نفس إنسانية تتعلق بالفضائل المنفصل عنها كأنها تصبح لازمة لها، فلا يعني إذا نزعت عنها تتألم وتتعذب برجوعه، رجوع المعير فيما أعطاه، لا سيما إذا كانت هي غاية كمالها فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. هو اصلا ما حسش بلذه الا في الحاجات دي وما حسش بفرحه الا لما الحاجات دي حصلت له. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللي فرح بالله سبحانه وتعالى هو حد يقدر يشيلها منه دي؟ ده دي باذن الله فرح بقربه من الله، بمعرفته بالله، باستحضاره معاني الاسماء والصفات وشهود اثارها واستحضر افعال الرب وقضائه وقدره وحكمته وعلمه. استحضر الحاجات دي، ده بعد ما يموت هتفضل، لان هو يبقى عمله الصالح ودي شهوده حاله حاصل فيها. يقول فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فاكثر هذا الخلق انما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. يجري ورا الفلوس، يجري ورا الشهرة، يجري ورا الملك وهو فاكر نفسه عايز يسعد نفسه، وهو إيه؟ لا يسعد. يجري ورا الجنس، يجري ورا المواقع الإباحية، يضيع نفسه، يدمرها تدميرا. يقول فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة، اللذة الحقيقية للنفس الإنسانية بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة بالله والمحبة لله والسلوك، أن يسلك فعليا بقلبه وبجوارحه في الطريق المستقيم، في الصراط المستقيم. يقول وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك، ومتى عدم ذلك وخلى منه، لو ما عندوش معرفة بالله ولا محبة لله ولا انتقال قلب ولا انتقال بدن، سير في الطريق إلى الله، متى عدم ذلك
وخلا منه لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة، بل خساسة ومنقصة. حقيقتها كذلك. واحد بيأكل كتير، بيأكل أكل حلو، وبعدين هيخلص الأكل ده قد إيه؟ نص ساعة، وبعدين يزهق منه، وبعدين ينجح يجد اللذة دقيقتين ويخلص، وهكذا يغضب هينتقم ويبطش بالمخالف. طب وبعدين بقيت التبعات. يقول بل خساسة ومنقصة. إذا كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم، يناسبها يعني إيه؟ بينه وبينها نسب، يعني أن هم أنا قريب منها قوي، أو النسبة بيننا وبينها قد إيه؟ يعني يقول إذا كان إنما يناسب تلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها، إنهم إلا كالأنعام، أو بقى يكون أسوأ، اللي هي تكون إيه بقى؟ الشياطين زي ما قلنا، تكون قوى يناسب الشياطين، يناسب العلو والفساد، طبيعة النارية. يقول وربما زادت البهائم يعني في تناولها عليه، تاكل اكتر منك، وبعضها بيجامع اكتر منه، او الجماع بتاعه جماع ايه؟ طويل مثلا، قوي. يقول واختصت دونه بسلامة عاقبتها والامن من جلب الضرر عليها. يعني هي مش هيجرى لها حاجة، هي آمنة، مش هتعاقب لانها غير ايه؟ غير مكلفة. يقول فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة، حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه. وبالله التوفيق يا رب، وفقنا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.